اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده اكله امي الطواجن، الصواني، الحاجات اللي بابا محرمشه. معايا النهارده لحمه مفرومه وكوسه في متناول الجميع. كميه اللحمه المفرومه حسب عدد افراد الاسره ممكن نص كيلو تلت كيلو، كميه المطلوبه مع كيلو كوسه هنعمل احلى طاجن كوسه باللحمه المفرومه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، والكوسه مفيده وفيها قيمه غذائيه عاليه جدا، واهمها بتعالج مشاكل الامساك ومهمه جدا للقولون. معانا كمان شوربه الجزر بالشعريه، الجزر مفيد فيتامين سي، داخلين ما بين الصيف والشتاء الحاجات اللطيفه دي مطلوبه. تعالوا نعمل النهارده شوربه الجزر بالشعريه بطريقه بسيطه وسهله. عدل السفره دي طبق سلطه خضراء من مكونات الخضار اللي موجوده عندك في الثلاجه. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان عايزين نعمل النهارده أحلى طاجن كوسة باللحمة المفرومة بطريقة بسيطة وسهلة، وإحنا متفقين مع بعض إن إحنا عندنا أولادنا في المدارس محتاجين كمان يكون عندنا وقت إن إحنا نركز معاهم ونقفش في المطبخ كتير لأن معانا شيف شاطر. أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف إزاي نعمل طاجن الكوسه باللحمه المفرومه بطريقه سهله. كلنا عارفين كوسه بالبشاميل، كوسه جراتان، الكوسه بنعملها محشي، نعمل يخنه الكوسه بالطماطم، ولكن نعمل طاجن كوسه باللحمه المفرومه اكيد الشيف المغازي عنده افكار بسيطه وسهله. المقادير على الشاشه في متناول الجميع. معانا كوسه خضراء من خير ارضنا، لحمه مفرومه، الكميه حسب عدد افراد الاسره، معانا كزبره، معلقه هريسه اللي هي الفلفل الاحمر، ومعانا بصل وتوم وشويه بهارات من اصابع ايدك العشره. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي، وهنضيف لها جبنه اختياري. عايزاها بالجبنه الموزاريلا اهلا وسهلا، مش عايزاها بالجبنه برضو اهلا وسهلا. تعالوا شوفوا هنعملها مع بعض ازاي. اول حاجه معانا زيت بيسخن زي الفل، ومعانا طاسه على النار شديده الحراره. في الحاجات اللي انا بعملها دي البسيطه ده اسمه مزمبلاس في مصطلحات المطبخ، مالكيش دعوه انت بالمزمبلاس، اللي هو التحضير. تكون عندك مثلا تومه متقشره، بصلايه متقشره، الكوسه مغسوله وجاهزه زي ما معايا كده في الاستوديو وحضراتكم شايفين مع بعض. اول حاجه هبدا بيها الكوسه اقطعها. اقطعها كده ايه زي ما هي بالشكل ده كده بعد ما تتغسل كويس. حلو، واحطها هنا كده عشان هعمل تركايه حلوه هتخلي الطاجن ده ايه؟ له قوام وله طعم وله شكل. بتشتري الكوسه ازاي؟ بتروح عند الراجل بتاع الخضار تختار الكوسه اللي لونها اخضر ولطيف وجميل بالشكل ده كده. ما تجيبش حبات الكوسه اللي لونها اصفر، لونها اصفر يعني بقالها كتير عنده. حلو الكلام، واحنا كلنا عارفين بتاع الخضار بنخش عنده بنقعد ننقي الخضار، ننقي الخيار، ننقي البتنجان. وانصحك تشتري الخضار بنفسك، ما تعتمديش على حد يروح يجيب لك الحاجه وتشتريها. وانك تشتري الخضار من عند بتاع الخضار فيها متعه، ان احنا بنشوف يعني نعم ربنا علينا من انواع الخضار واشكال الخضار والاصناف الكتيره، الفواكه، الحاجات دي كلها. ادي الكوسه قطعناها بالشكل ده كده مع القرن الفلفل الحلو ده كده، ضيف عليها حلو قوي. هناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف، ونحط عليها فص ثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو، شويه بقدونس. حلو، ومعانا كمان شوية ملح على الكوسة. زي ما انا شغال كده. شوية البهارات، شوف المطبخ وبسطته وسهولته. معانا شوية بابريكا حلوين، انا بحب البابريكا، شوية كمون حلوين، شوية كركم حلوين على الكوسة. والملح والفلفل. حلوة زي ما احنا كده شغالين زي الفل. هنعمل ايه بعد كده يا عم الشيف؟ عصرة ليمون. حلوة عصرة ليمون اهي محتاج لها، مع معلقتين من النشا. الله عليك. واقلب الخليط ده كله مع بعضه، وعندي زيت شديد الحرارة. هو ده الكلام. ليه بقى نشا؟ حطينا النشا علشان محتاجين هنا لحاجة تلم الشمل. يعني ايه تلم الشمل؟ احنا حاطين حاجات كتيره قوي على الكوسه، من التوم والبهارات
والاعشاب وكل ده. فلو احنا ما حطناش النشا مع عصره الليمون البهارات دي مش هتمسك في حبات الكوسه وتتغلف بالشكل ده كده، هتحتاج كمان شويه نشا. حلو. والنشا ده هيدينا حاجه حلوه، ايه هي؟ هيخلي للطاجن قوام ويخلوا له شخصيه. حلو الكلام. قلبناها ونروح على الزيت ونحمرها ونقرمشها مع بعض زي الفل. تعالي يا كوسة، زيت شديد الحرارة تنزل زي ما هي. أنا كده اللهم صل على النبي. على فكرة تقدر تعمليها سلطة بالشكل ده وتقدميها مع دبس الرمان. حلو الكلام. على الكوسة دي ما تتحمر شوية نكون جهزنا مع بعض الخلطة بتاعت الطاجن. ايه يا خلطة الطاجن يا عم الشيف؟ بصلاية حلوة، تومة حلوة، شوية عصير طماطم، ونشوف اللحمة المفرومة هنقدمها ازاي بالشكل ده كده. حلو الكلام لغاية دلوقتي؟ زي الفل، ماشيين مع بعض صح خطوة خطوة. هنجيب الطاسة اللي معايا اللي على النار، معايا عصير طماطم. عايزة تعملها بالطماطم اهلا وسهلا، تعملها بدبس الرمان برضو اهلا وسهلا، عايزاها بيضة من غير لا طماطم ولا دبس الرمان مفيش اي مشكلة. ممكن تحط لها كوب من الزبادي، نروق الدنيا اول باول، وتخلي مطبخك رايق عشان تقف في مطبخك رايقه وليكي نفس تقف في المطبخ، لان من الحاجات اللي بتديكي طاقه وبتديكي بهجه انك تقف في مطبخك رايقه وفايقه. كوبايه الشاي بتاعتك، كوبايه القهوه اللي انت بتحبيها، واهلا وسهلا. الطاسه شديده الحراره على النار، بناخد بصلايه حلوه مع فص ثوم، معلقه زيت زيتون، مكعب من الزبده. مدرسه المغازي بتقول ايه؟ مكعب من الزبده في الزيت علشان البصلايه تتحمر بسرعه، ما تاخدش وقت كبير وتنشف مني. كفايه قوي. ادي البصلايه الناعمه، حلوه قوي، تحميره حلوه. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ بالشكل ده كده. والبصلية بتتحمر، بغذيها كده بشوية كزبرة حلوة، الفص التوم الحلو بتاعي. الله، ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ونقلب لغاية كده زي الفل مع بعض. معانا لحمة مفرومة زي ما هي كده، اللحمة المفرومة بتاعتنا. بعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله هحط على اللحمه المفرومه دي شويه بقدونس. تسلم ايدك. مع اللحمه المفرومه دي معلقه فلفله حلوه. حلو قوي. مع اللحمه المفرومه دي شويه بهارات حلوين. وانا واقف جنب النار كده، من الملح والفلفل والبابريكا، وامسك اللحمه دي ادلعها اخر دلع. شفت المطبخ؟ حلوة زي ما انا شغال كده زي الفل. لحمة مفرومة حسب عدد افراد الاسرة، ممكن تحط سجق. عندك سجق بلدي اهلا وسهلا، عندك حتة كفتة في التلاجة باقية من امبارح اهلا وسهلا. واحنا مش محتاجين عشان نحصل على البروتين كمية لحمة كبيرة برضو. حتة اللحمة معايا زي الفل. باخدها زي ما هي كده، بالشكل ده كده، واحطها على اللحمة المفرومة تلقائي كده. بالشكل ده كده. زي ما انا شغال. مع البصلايه بتتقرمش كده وبتتحمر وانا شغال. والكوسه بتتحمر. شفت السرعه، شفت البساطه، شفت السهوله، شفت المرونه في المطبخ. حاجه جديده. حلو قوي. زي ما انا شغال كده، مش هقلبها، اعلمك على حاجه دلوقتي تخلي اللحمه دي واخده الشكل بتاعها زي ما انت شايفه. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ عندي ميه بتغلي على النار، ميه بتغلي على النار، اعمل لك تركايه دلوقتي هتدعي لي. انا بشويها كده. خلصت اللحمه بالشكل ده كده.
واشيل دي من هنا وتعالوا نشوف هنعمل ايه. اللهم صل على النبي. الميه بتغلي ومعايا غطا الحله. بص زي ما انا شغال كده اهو اهو في الحرف ده كده اهو. بصي بصي التركيه دي اهي هي دي هو ده. واغطيها لازم نغطيها مخرج ده اهو اهو هو ده. ونسيبها شويه على النار. اخبار اخبار الكوسه ايه؟ نبص على الكوسه. لا ما تقوليش ده تتاكل كده، ده جمبري مش كوسه. اتحمرت شفتي؟ التوابل ماسكه فيها بسبب النشا، البهارات ماسكه فيها بسبب النشا. هنا لما بنحمرها بنقرمشها بنحمصها بتبقى تقريبا ثلاث ارباع سوا. معايا لحمه مفرومه على النار بتستوي، كورتها زي داوود باشا كده، حمرت لها بصل او تومه زي الفل، نزلت عليها بقليل من الماء المغلي. لسه دور الطماطم ما جاش. معانا طماطم مفرومه في الخلاط او طماطم مبشوره، والطماطم اختياري، ممكن تعملها بيضه تعملها حمراء حسب الرغبه. انا مش عايز اطول على حضراتكم، خلينا نطلع ناخد بعدينا ونطلع فاصل صغير، ولكن قبل الفاصل نبص على اللحمه بعد الغلوه. هي خدت الشكل بتاعها بالشكل ده كده، الطعم في الطاسه، ومعانا الكوسه بتاعتنا بتتحمر. هناخد بعدينا ونطلع فاصل صغير ونرجع لاحلى طاجن كوسه باللحمه المفرومه في أكلة أمي. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما التركية بتاعت المغازي بتفصل طعم الزيت أيا كان التحمير. يعني ما تقوليليش ان انت هتحطي زيت جديد تحمري فيه كوسه، اكيد محمره فيه بطاطس قبل كده، محمره فيه سمك قبل كده، محمره فيه بتنجان قبل كده، طعميه قبل كده، ده مش هيضر. ليك انك تحمري في الزيت ثلاث مرات حسب درجه الحراره، اهم حاجه ان هو ما يقطعش منك. عود النعناع اللي انا بحطه ده هو ده، ده بيفصل الطعم وانا شغال كده. حلو الكلام؟ طيب الكوسه اخبارها ايه؟ زي الفل. نبص على اللحمه المفرومه بتاعتنا، اللهم صل على النبي. اهي شوية طماطم، كده حضرناها زي الفل. الكوسة أخبارها يا عم الشيف، اللهم صل على النبي. صفيها من الزيت جيدا زي ما هي كده. حلو الكلام لغاية دلوقتي. هناخد الكسرولة اللي هتخش الفرن، ممكن تحطها في كسرولة ازاز، تحطها في فخارة زي ما انت عايزة. احنا بنحطها في ازاز عشان الكاميرا والعدسة تجيب الاطراف وتجيب التفاصيل. حلو الكلام. ولكن لو بتعملها في البيت والله العظيم انا صريح وواضح معاكم، حطيها في فخارة عشان تاخد جو وتاخد الايمج بتاع طاجن. طاجن يعني فخار، خلي بالك. دي الكوسة بتاعتنا زي الفل. حلو الكلام. هنوزعها كده بالشكل ده كده، مقرمشة. شفت الحلاوة دي كده؟ الله، سهلة. الكوسة هنا تلات ارباع سوا مستوية. القرن الفلفل الأحمر ده اختياري يا أمي حسب ما أنت حابة. اللحمة المفرومة أخبارها إيه؟ معانا نبدأ إن احنا نوزعها على الكوسة. تعالي يا لحمة. الله يا راجل يا طيب، ما داوود باشا اهي. طفره مين يا راجل؟ ده الف باء مطبخ. جيب التفاصيل بالله عليك، انا معايا فرسان التلفزيون المصري، اساتذه المصورين حبايبي. الكوسه زي اللحمه المفرومه، هوبر هوبر. لسه ما خلصتش انا. الله على الحلاوه. طاجن الكوسه باللحمه المفرومه زي ما هي كده، رجعها تاني للنار. شويه الشوربه الحلوين دول انا عايزهم، خلي بالك مهمين جدا. كل اللي هعمله دلوقتي يا عم الشيف هعمل ايه؟ هجيب بوله صغيره كده واهتم بالطاجن ده وتفاصيله، واخد معلقه النشا دي كده حلو على النار بشويه ميه باردين. نشا ودي ما يتدوبش في ميه سخنه، ده مهم جدا. بنقلبهم كده حال، ننزل بوم كده على الصوص ده. الله. اداني قوام، اداني شيء، هو ده اللي انا بص اللحظه، لحظه جميله، لحظه ممتعه. شفت الجمال ده كده؟ اللهم صل على النبي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟
هناخد القوام الحلو ده كده الله، وننزل بيه على اللحمه المفرومه. يا ويلي يا ويلي، هو ده هو ده اهو. اضافه الجبنه هنا اختياري، ممكن تكون موزاريلا، ممكن تكون جبنه رومي مبشوره، عندك شويه جبنه رومي نتيجه ان الجبنه الرومي بتقعد عندنا في التلاجة زي الفل. انا معايا موزاريلا، هنحط الموزاريلا هنا. شفت الجو ده كده، واكله يا ست الكل، وتعشت الحمد لله، والاولاد مرضيين، وتيجي للقيمه الغذائيه اللي الشيف المغازي بيلعب عليها بقى. اه، لحمه مفرومه بروتين، كوسه الياف خضره، المعده محتاجه لها والقولون محتاج لها، خبره طهويه موجوده. يلا بينا مخرجنا، هو ده اهي في قلب الفرن، اللهم صل على النبي اهي. حلو، يلا يا غالي، بص على الحلاوه والابداع الطهوي في الفرن في اقل من دقائق. عملنا طاجن الكوسه باللحمه المفرومه يحتوي على قيمه غذائيه عاليه جدا، وكل العناصر والفيتامينات موجوده في قلب الطاجن. نقفل اقفل، يلا تعالوا مع بعض نعمل شوربه الشعريه بالجزر. طاسه على النار شديده الحراره، معانا للامانه وللمصداقيه اللي متعودين عليها على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، الجزر مسلوق مسبقا، اما الشعريه هنحمرها مع بعض. والمقادير على الشاشه، شعريه حلو، كوسه، بصلايه، تومه، معلقه زبده. مقادير بسيطه وسهله، ولكن الفكر الطهوي ان الشعريه تجمع ما بين الجزر، يعني كده الشوربه ليها قيمه غذائيه عاليه جدا. والنظافه يا امي اهم حاجه، النظافه اهم من انك تطبخي. مشكلة كبيرة لما تكوني بتعملي شوية رز ولا بتعملي أكلة والمطبخ طالع يقلب. أه، دخل جوزك المطبخ يجيب كوباية مية من التلاجة، يجيب حاجة حلوة، يجيب آيس كريم، يشوف المطبخ يقول مدامتي زي الفل، تسلم إيديها، عملت لي أكل حلو النهاردة والمطبخ رايق وفايق. الطاسة شديدة الحرارة أهي، فيها معلقة زيت صغيرة عشان ما يطلعش على وش الشعرية. أه بس خلاص. ومعانا من السمنة مش من الزبدة، من السمنة اهي، دول حلوين قوي. يلا بينا ونحمر الشعرية مع بعض، اللهم صل على النبي. لو عندك طبعا شوربة لحمة اهلا وسهلا، شوربة فراخ اهلا وسهلا، ينفع. بيقول لي شوربة سمك برضو، اه ينفع، تبقى لطيفة وجميلة. ادي الشعرية، نقلبها، وسيبوني بقى اقلب في الشعريه دي وانا ونصيبي تتحمر دلوقتي. ودايما الشيف المغازي يقول لك معلقه ملح على الشعريه لتساوي الاحمرار واللون. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وما زال التقليب مستمر. تحمر شعريه، تحمري مكرونه، مفيش مشكله انك تركزي معاها شويه. انا بزعل اول لما اكون معزوم والاقي رز بالشعريه حبه فاتحه وحبه غامقه. ده مش بسميه عدم اهتمام او ان هو تقصير، لا، يعني العلم بالشيء ولا الجهل منه. يعني ايه يا عم الشيف؟ ان انا احمر الشعريه واقف عليها كده تكون كلها لون واحد، سواء لون برونزي، لون فاتح، براون، ايا كان اللون. اهم حاجه ما الاقيش واحده محروقه وواحده مش محروقه، يا يتحرقوا كلهم مع بعض يا يتحمروا كلهم مع بعض. السمنه والزيت ومعلقه الملح اللي انا حاططها، اهم حاجه انك تكوني متذكره وفاكره انك حاطه ملح على الشعريه وانت بتحمريها، ده مهم جدا. نيجي بقى للتركايه المهمه، بص على الحلاوه والشقاوه، الخبره الطهويه هنا لما بتتكلم سمع حس، ده مكعب زبده، التاني، التالت، الرابع. حلو قوي، ايه الجديد يا مغازي؟ هو ده الكلام. عليهم معلقه توم صغيره، بعمل شوربه، مش بعمل حلو. الزبده مع التومه، الزبده مع التومه، ركزي بقى في التركايه دي. حلو قوي، معاها بصلايه ناعمه صغيره كده اهو، في نص الشعريه وانا شغال اهو، واقلبهم كده. الشعريه مركونه على جنب على اطراف المدينه اهو اهو اهو. شفت الحلاوه؟ شفت الشقاوه؟ واقلب، الزبده ساحت، التومه احمرت، بصلايه احمرت.
شفت يا بقى عندك كده ثقة في مطبخك، واقفة مفاتيح السعادة الزوجية هي المطبخ. الكلام الحلو بيجي من أكلة حلوة. شفت الحلاوة؟ هو ده بقى خلاص. الانسجام، الانسجام. مش مطلوب منك تعملي زي الشيف كده، هتلاقي البوتاجاز راح في أوضة النوم. خلي بالك. احنا بنعمل شو على الشاشة عشان نشوقكم، عشان ما تسيبوش الشاشة والقناة. شفت الحلاوة؟ ننزل بالجزر لأول نظر، فيتامين سي. ده جزر مسلوق ومتقطع مكعبات صغيرة. شفت الشوربة طلعت ازاي في دقائق معدودة. ده جزر مسلوق، اوعي تغلطي وتحطيه ني، ازعل منك. الشعرية هتعجن وتستوي وتتاكل ولسه الجزر ما استواش. ويا سلام لو عندك مية الجزر تشارك في الشوربة. شفت الجو ده كده؟ هو ده. ونقلب كده. الله، ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي؟ بهاراتنا شوية فلفل اسود، انا حاطط ملح مسبقا، ماء مغلي. هو ده يا ويلي يا ويلي يا ويلي. هو ده هو ده. خلصت الشوربة يا مغازي. زلزال زلزال. هو ده بس خلاص. الف هنا وشفا، تستاهل. نعم حاضر. عيني عايز اشوف الهبر المخرج، واللي فين الكوسه. يلا انزل بهم كلهم. حلو قوي. تمام. ايه رايك تدفع كام؟ صلى على الحبيب قلبك يطيب. تعال شوف الكوسه مع الجبنه الموزاريلا مع اللحمه المفرومه، والصورة الحلوة من داخل الفرن تتحدث عن نفسها، وخارج الفرن برضو تتحدث عن نفسها. اللهم صل على النبي. الاحمرار الجميل والجمال، ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ بص يا غالي، هو ده طاجن الكوسة باللحمة المفرومة بتفاصيله بحلاوته. لا تقولي لي بقى كوسة بالبشاميل ولا كوسة جراتان. طريقة سهلة خالص اهي. تحمرنا الكوسة، معلقة نشا مع توابل انت حباها، دخلناها في الزيت وحمرناها. بعد كده اللحمة المفرومة اتحضرت واتجهزت زي الكفتة، نزلنا بيها مع بصلاية وتومة لاحمرار، نزلنا بطماطم مبشورة، وده حسب الرغبة ممكن تستغنى عن الطماطم. الاتنين عرفناهم على بعض في كاسرولة أو في طاجن زي ما انت عايزة، وفي الآخر حطينا يا عم الشيف عليها شوية جبنة حسب الرغبة. ولكن تعالوا، في اسئله على السوشيال ميديا بتتسال دايما. شيف مغازي، لما بعمل كوسه محشي بتفشل معايا لغايه دلوقتي. السؤال ده احنا بنتسال عليه. ايه الصوره الحلوه دي يا شفي؟ ايه الجمال ده؟ دي مش شوربه، ده ابداع طهوي. من الكوسه ومن الشوربه للكوسه طاجن. فانت لما بتحشي الكوسه بتشتري الكوسه من عند الراجل بتاع الخضار، لازم تشتري حبايه الكوسه كلها تبقى قد بعضيها. ما لاقيش في حلة المحشي كوسية صغيرة وكوسة كبيرة. دي من آداب المحشي، خلي بالك، زي من آداب الحديث كده. بتعملي محشي ورق عنب لازم يكونوا تقريبا قد بعض، بتعملي محشي ورق عنب لازم تقريبا يكونوا قد بعض. ده اسمه آداب المحشي. ولكن الكوسة برضو نفس القصة، يكون الحجم متقارب. مش هقولك تجيبي مزورة وتقيسي بيها. لما تحفري الكوسة بتحفريها مقورة خاصة بيها، ودي بتتباع في الأدوات المنزلية، وتاخدي قلب الكوسة ده تقطعيه بالسكينة ناعم وتحطيه على لحمة مفرومة مع شوية رز. ما تستغنيش عن قلب الكوسة، مش حباه جوه المحشي، خلي قلب الكوسة حطيه في محلول حمضي اللي هي مية بليمون أو بعصير برتقال، وتعمليه تاني يوم عجة. بطين ومعلقة دقيق مع قلب الكوسة، طبق قيمته الغذائية عالية جدا، بعدين هنتكلم عنه. نحط المعلقتين الرز مع اللحمة المفرومة ونحشي الكوسة. نيجي لإجابة السؤال اللي بنشوفه على السوشيال ميديا، ليه بتفشل مننا؟ لأنك أنت بتملي حباية الكوسة حشوة كتيرة وخاصة الرز، فحباية الرز هنا محتاجة تفرد عضلاتها، محتاجة إن هي تبين كلمتها جوه حبة الكوسة. الرز المصري بالذات غني بالنشويات والكربوهيدرات، بعد ما بيستوي بيحجم، فمطلوب هنا نحشي حباية الكوسة تلات أرباع أو التلتين، ونسيب التلت فاضي، ونرصها ونحطها. يا نعم يا غالي. الشوربة أخبارك؟ أهي خلاص هغرفها. وقتنا خلص، يلا بينا. يلا. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ يلا نجيب طبق الغرف، يلا بينا عشان وقتنا خلص وعدى بسرعه. اللهم صل على النبي. ادي الشوربه بتاعتي، هغرفها انا. شوف الحلاوه مكانها اهوت. يلا بينا شوربه الشعريه بالجزر بتكنيك عالي من الخبره الطهويه. ايه الحلاوه دي؟ مطبخنا
بسيط، تفاصيله بسيطة ولكن بكل يوم بشكل جديد وبطعم جديد. الكلام ده بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.